بعد ما ظل واحس واكتب الاشعار يقول العريس حسين الراشدي بعد ما ظل واحس واكتب الاشعار خل اسكت السكت احسن لتحميني يا اذا عليت صوت اشتكي من الظلام قبل ما اقول ظالم تنتهسني والله بعد ما اظل واهس واكتب الاشعار خل اسكت السكت احسن لتحميني إذا عليت صوت اشتكي من الظلام قبل ما أقول ظالم تنتهسني يا رواشد إذا عليت صوت اشتكي من الظلام قبل ما أقول ظالم تنتهسني أنا نطين البواجي حتى حل البيت وفي الصبح لا بيتي ولا طيني وان كنت الجمعة بنيتك هاي أديدك ديبك عود من طيني إذا عليت صوت اشتكي من الظلام ظالم تنتهسني أنا الطين البواتي حتى علم بيت وفز الصبح لا بيتي ولا طيني ومن كنز الجمعة بنيتك هاي وديدك بجيبك عود وانطيني القلب قلت القلب عندك يقول العريس حسين الراشدي تسألني وين القلب يا ابويا قلت القلب عندك هذا علي عهد للموت ما بدلك هذا علي عهد هذا علي عهد هذا علي عهد من الموت ما بدلك انسى التعب والالم من نقعد بسدك اقول حمود البدران انسى التعب والالم ومن نقعد بسدج البارحة جنا سوق استج على خديج على خديج يا برحل مني عزيز القلب والعين يا برحل مني عزيز القلب والعين واجد يا بابا الله رحم من عزيز القلب والعين يباي ولي اي والله يا حسين يا اخوي بابا الله رحم من عزيز القلب والعين وعين بقلبي ودع الحسرات والعين طلبناك طلبناك يا يابا طلبناك الصبر يا ربي
المرحوم ابو حسين يا رب الله نطلب منك الصبر يا ربي والعون وعلى فراق العزيز من الاحباب طلبناك يا رب طلبناك الصبر يا ربي هاي الساده المبدران العيون خوالي الرواشد عماد الطائي الزعيم محمود الراشدي عن البطل والازلم تزيين العزاوي أمن محمد البدران أبو جاسم يحيي كل الحضور كل من شارك وبارك العيون العريس حسين وشايف الفين العيون خوالك واشد والنعم منكم وخوالك خوالك على الراس الوضع فوق الضمور خلاني مواقف على المرحوم أبو حسين الراشدي فوق الضمور خلاني يا فوق قبور يا قبور واللي يما خلاني مواقف عليهم يا دفعاني مواقف عفن عفن المرحوم ابو حسين يا ابو عفن جانا وهالشي ما يما يولي يا ابو العيون التمساح الله يحييك يا ابو عبد جنو ويا عبد جنو اي والله المرحوم ابو حسين الراشد يا ابو عبد جانا وهل شيمه ومواقف وشهر ليل عد قبل الاصحاب عبد يا ابو عبد جانا وهل شيمه يما يولي يلا